أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الإخوة والأخوات، عنوان هذا التذكير المتواضع: عاشوراء بين العبادة والعادة. كما تعرفون رحمكم الله، نحن الآن في شهر الله المحرم، وهي من الأشهر الحرم التي خصها الله تعالى بمزيد من التعظيم. أيام هذا الشهر الكريم معظمة، ولا سيما العشر الأوائل منه، وأعظمها على الإطلاق اليوم العاشر المعروف عندنا بعاشوراء. وكما هو معلوم، فإن هذا اليوم عرف عند الأمم قبلنا، كاليهود مثلا كما سيأتي، وعرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر أكثر عندما استشهد فيه ريحانة وحفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما. وهذا اليوم العظيم عند الله، والذي عظمه الشرع بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضاع الناس فيه بين العبادة وبين العادة. فعندما ننطلق من الجانب العبادة، وهو الأهم وهو أصل عاشوراء، أهم ما أوصى به الشرع الحكيم هو صيام يومه. فقد ورد عليه الصلاة والسلام المدينة عند الهجرة، فوجد اليهود تعظم هذا اليوم وتصومه، فلما سألهم عن السبب قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه شكرا لله. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم. فصاموا عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه. فلما قيل له بعد ذلك، كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، إن اليهود تعظمه، فكأنهم يلمحون إلى ضرورة مخالفته، فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان العام المقبل صمنا تاسعا. فتوفي عليه الصلاة والسلام قبل العام المقبل. وأجر صيام عاشوراء عظيم عند الله. ففي الحديث الذي خرجه الإمام مسلم أنه عليه الصلاة والسلام عدد مجموعة من الأيام التي يسن ويستحب صيامها، وذكر منها: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، فإن من صامه يكفر الله عنه ذنوب السنة الماضية. وهذا هو الجانب الأساسي الذي صح في هذا المجال، وذكر في بعض الأخبار أن من عظمه وفضائله أن الله نجى فيه مجموعة من الأنبياء من المحن ومن المرض ومن غير ذلك من الموبقات، وذكروا منهم إبراهيم ونوحا وآدم وغيرهم من أنبياء الله الصالحين عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام.
ويروج بين الناس أيضا أنه في هذا اليوم يجب التوسعة على العيال، حيث أن الإنسان يطلق يده في النفقة ويطعم أهله ويفرحهم ويكرمهم بلذيذ الطعام وجديد الثياب، وهذا أمر مطلوب من المسلم في كل وقت، بمعنى أنه ما يمكنش لنا أننا نخص يوم عاشوراء بهذه المسائل، إذا خصيناها بها فهذا لا يجوز شرعا، لأنه لم يصح عندنا شيء يدل على ذلك. ومع ذلك فإكرام الأهل أمر لا يتناقض مع شرع الله، هذا بالنسبة للعبادة. أما بالنسبة للعادة فهنا الإشكال، فإن المسلمين للأسف الشديد تقليدا لغيرهم من الشيعة ومن المجوس ومن اليهود وغيرهم من الأمم الضالة، أصبح المسلمون الذين لديهم نور وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقلدون هؤلاء، فأحدثوا عادات قبيحة جدا. أستسمحكم أن أصفها بأنها عادات همجية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، فلا هي مرتبطة بالدين لأنه لا يقرها، ولا هي مفيدة في دنيا الناس لأنها تضر ولا تنفع. ومن أمثلتها دون أن أدخل في التفاصيل والحصر، أولا إشعال النيران، فهذه عادة قبيحة جدا ما أنزل الله بها من سلطان، علمنا الله تعالى وألهمنا أن نشعل النار للمصلحة، لإنضاج طعامنا ولما يشبه ذلك. أما أن تشعل النار لتسبب خطرا على من يقفز فوقها وعلى من يمر بجانبها، فهذا يتنافى مع الدين ويتنافى كذلك مع العقل السليم. ومن ضمن هذه العادات الفظيعة التراشق بالبيض الفاسد، بل إنه في زمننا هذا في هذه الأيام مباشرة أصبح من لا عقل لهم يتراشقون بالمبيدات وبالسموم التي تضر بالأبدان وتحرق الثياب وتلوثها وتوسخها، وذلك كله ضلال كبير، وما فيه من ترويع الآمنين أمر بين، لأن بعض الناس الذين تدفع بهم الحاجة إلى أن يخرجوا في أيام عاشوراء من أجل قضاء مصلحة من مصالحهم يحسبون ألف حساب للمرور عبر الشوارع التي احتلها الأطفال والشبان، يروعون الآمنين ويفسدون عليهم دينهم ودنياهم. والرسول عليه الصلاة والسلام ينادي ويردد ويقول: ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به. فأي عاشوراء هذا معشر الإخوة والأخوات الذي يجلب اللعن ويجلب الضرر ويجلب الترويع ويجلب تلويث البيئة وإفساد الممتلكات وغير ذلك من الأمور التي أصبحنا نلاحظها
وفي كثير من الأحيان لا, 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 لا أحد ينبه إلى هذا، ولا أحد من الآباء والأمهات يتدخلون لتنبيه أبنائهم ولمنعهم من المشاركة في هذا الضلال المبين، بل إنهم يصورونهم ويضحكون ويتلددون ويتنعمون بهذه المصائب التي تفسد العقول وتضر بالمجتمع وتؤثر على الناس في نفسياتهم وفي ظروفهم. فعسى أن يتنبه العقلاء من العلماء والصحفيين والمرشدين، بل إنه لما لا أن يتنبه رجال الأمن والحريصون على صحة المواطنين وممتلكاتهم للضرب بيد من حديد على من تجاوز الحد في هذا المجال وأضر بالناس. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، وصلى الله وسلم على نبي الرحمة سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.